أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله حمدا كما هو أهله وكما ينبغي له وكما يستحقه. الثورة تقوم على ثلاث: على الشهداء والسجناء والثوار، وكل ما ذلك عرضي، كل ما عدا ذلك عرضي. السياسيون عرضيون على الثورة، يخفتون ويهبون، وربما تكون المصالح تدفعهم، وربما تكون الحزبية تدفعهم، وربما تكون حمية النفس بشكل وبآخر يدفعهم، وربما لكنهم يندفعون تارة ويهدؤون تارة أخرى. هناك جماعة من العلماء قد تكون في صف الثورة، ولكنهم أيضا يهدؤون وينتفضون. ليس كل عالم هو ثائر، وليس كل معمم هو السيد الخميني قدس الله نفسه وزكيه، وليس كل مفكر إسلامي هو السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وليس كل الشباب هم الأكبر والقاسم سلام الله عليهما، وليس كل شهيد كان قد خطط للشهادة. قد يكون هناك إنسان اندفع ليستشهد، هكذا بنى وهكذا أسس وهكذا وطن نفسه. هناك إنسان تقتنصه الشهادة وتلتقفه يد الغيب وتضعه بحسب الأسباب الطبيعية لأن يكون في موقف الشهادة، ربما يكون في بيته ويختنق بغاز مسيل الدموع فيكون شهيد، اختاره الله لكي يكون شهيد. ربما عمل عمل معين، ربما أعطى الله عز وجل نية خالصة، ربما نصر المؤمنين، ربما وربما لا يموت الإنسان شهيدا، ولكنه يحشر مع الشهداء ومع الصديقين ومع الأبرار ومع المتقين، وتكون درجته في الجنة أفضل حتى ممن سفكت دماؤه في الساحة. ولله عز وجل. لماذا؟ لأنه أعطى الله نية خالصة وسعى لكي يكون شهيدا، ما وفق للشهادة في الدنيا. هذا لا يقلل مرتبة الشهيد طبعا بحال من الأحوال. ليش؟ يعني مسألة الشهادة مسألة تجارة ومقايضة مع الله تبارك وتعالى. سال دمك، جرحت أم لم تجرح؟ سال الدم أم لم يسل الدم؟ أيا كانت المسألة، الله يتلقف كل الدماء التي في عروقك ويضعها في الميزان قطرة قطرة. الله يبادلك، أعطيت الله درهم، الله تبارك وتعالى يعطيك آلافا مؤلفة معشرة، لأن قد يكون إنسان يدفع درهم وعنده نية خالصة إلى الله تبارك وتعالى فيربيه فينميه فيزكيه. قد إنسان يدفع أقل من الدرهم ويحصل على ما هو أكبر وأكبر وأشد. لذلك الله تبارك وتعالى من يتعامل معه بميزان أن هذا الإنسان قتل ها هنا سفك دمه كذا، لا. لكن في مسألة الشهادة مسألة جدا كبيرة، وجدا لها وقع خاص، وجدا لها آثار عند الله عز وجل، لدرجة أن الروايات تقول أن الملائكة تكون على استعداد بمجرد أن ملك الموت يخيم على هذا الشهيد تبدأ أجنحة الملائكة بالرفرفة من عنان السماء إلى الأرض، فلا يسقط شيء في الأرض. ما يسقط شيء في الأرض، وإحنا نعتقد بعض الأحيان الروايات أنه لا يسقط شيء بمعنى أنه لا يسيل على الأرض، لا، يكون في ميزان الله، يكون في عين الله، يكون في محط عطاء الله عز وجل، فتلتقط تلك الدماء الملائكة بما لديها من أجنحة وترفعه إلى السماء. أنت تشوف في العالم المادي أن الأرض قد انغمست بالدماء، لكن في عالم البرزخ وعالم القيامة وعالم الملائكة وعالم النور وعالم الأرواح وعالم العطاء الإلهي، أن هذه الدماء أخذت إلى عنان السماء وتكون في محط العطاء الإلهي. لذلك لأنها في محط العطاء الإلهي
السيد الخميني يقول إنني أخجل، وأنا هذه في الواقع قلت أنه ربما الكاتب كاتبنا هالشكل. لا لا، رجعت أفتش في كلمات السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية لما أن زار عوائل الشهداء وفي محط التأبين. لا لا، فعلا الكلمة هي هي، يقول إني أخجل إذا وقفت بين يدي عوائل الشهداء، لأنه ماذا أقدم أنا وماذا قدموهم؟ قدموا فلذات الأكباد، وقدموا أغلى شيء. يعني صعب أنت لا تتكلم مع أب أو أم عن ابنها، ربما إحنا لما كنا شباب كنا صغار ما كنا نستوعب حقيقة هذا المعنى، نتألم إليه صحيح، لكن أن يكون عندي ابن وربيته على إيدي وبعد 9 أشهر جاء إلى الدنيا وربيته على إيدي وخليته إلى سنوات يكبر أمام ناظري شيء فشيء إلى أن يصل إلى عنفوان الشباب وأرى نفسي فيه، فإذا انتزعت روحه تنتزع روحي المتعلقة بهذا البدن وبهذه الروح. لذلك كلما يذكر الإنسان الشهيد كلما تنتفض عروقه من الداخل، يصيد هزة من الداخل. ليش؟ لأنه عند الشهادة تتوقف الكلمات، وعند الشهادة ما أكو كلمة بعد تعلو على ذلك. لذلك لما تقول شهادة بمعنى شهود، شهد الشيء أي وقع على حقيقته، ولما أصاب هذا المؤمن الشهادة بمعنى أنه شهد عطاء الله في إحدى الكلمات والتعبيرات والتفسيرات، أي شهد عطاء الله وراء الملائكة وراء الحقائق وراء الوجود كله، وأن الله تبارك وتعالى بوأه منطقة الشهادة بحيث أنه يشهد عطاء الله عز وجل. إحنا عندنا مشكلة في مسألة الشهادة، كلنا نتمنى الشهادة، لكن المسألة بأنه بعض الأحيان تكون أمنيات شفهية، ربما بعضنا صادق في كلماته لكنه لا يريد أن يتألم في الشهادة. يعني أنا أريد شهادة لكن ما أنسجن، ما أتعذب، حتى ما يطلقون علي بعد رصاصة ولا مسيل الدموع، يكون تطلقون رصاصة هالشكل أنام وأقعد في الجنة بهالصورة. أما أنه يعني يصير جراحات، يوم من الأيام في إيران شفت واحد من الطلبة نزل البحرين ورجع إيران يقول ما أقدر أقعد، أنا ما أقدر أقعد في البحرين، أموت إذا أقعد وياكم على هالظروف اللي تعيشونها. هذا متى؟ هذا قبل الدوار وقبل البلاء هذا كله. فشفت في رقبة جرح، ما أخذ الجرح إلى نهاية رقبته من هذه الجهة، قلت له شنو هذا الجرح؟ قال هذه في الجبهة أيام صدام لعنة الله عليه، وكنت أتمنى الشهادة، وكنا في الصف الأمامي وتيقنت أنه خلاص أنا راح أحصل الشهادة. يقول لكن لما مرت الرصاصة علي عرفت أن أنا مو بمستوى الشهادة، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أنه يعطيه كثير على هذه النية ويحشره مع الشهداء. لكن يقول أنا من وصلت الرصاصة إلى بلعومي ومع ذلك ما دخلت في جسدي وما رحت شهيد، عرفت أنا مو أهل للشهادة، يبقى لي شوية أغسل قلبي من الداخل، أخلص لله أكثر، أتوجه لله أكثر. يبدو أنه منعني شيء من الشهادة. يقول يثق الإنسان بأنه إذا صار عنده شهيد من أبنائه أنه وضع رجل في الجنة، خلى رجله في الجنة لا يخرجها بعد، لا يريد يرجع، لا يطلع. شلون يرجع وشلون يطلع من الجنة وشلون أنه يطلع رجله؟ قال أنه إذا اعترض على الله، إذا لم يسلم لله بعطائه، أنت عطيت الله شيء وضمن لك الشفاعة وضمن لك أن يدخلك الجنة بدماء هذا الابن الطاهر، بدماء. وبعض الأحيان ترى مو بس الأب والأم، الشهادة أو الرواية تقول الأب والأم قدام في الشفاعة، لكن الشهيد لا، الشهيد يشفع لأهله كلهم. إذا عنده أولاد، زوجة، أم وأبو هذا قدام، بعدين الأولاد والزوجة، بعدين الأخوة، بعدين الأهل، بعدين الجيران،
بعدين المنطقة بكلها يشهد لها ويشفع لها هذا الشيء. تقول غريب، فلان يوم من الناس كان وياي يمكن يلعب وياي عادي، شي وصل إلى أن يكون شفيعا لمنطقة بكلها. شقد يعني 1000 2000 ليست بشيء أمام قطرة من الدماء أعطاها لله عز وجل. ولذلك مسألة الشهادة اللي نتكلم عنها، سواء احنا نتكلم عنها او من هم افضل منا مثل السيد الخميني وهؤلاء، يتكلمون بخجل وبانكسار امام عطاء لله عز وجل. كيف انك توطن نفسك الى الله عز وجل؟ اكو حادثة صارت في الخندق، حادثة الخندق وهي معلومة لديكم. في واحد اسمه نوفل، هذا نوفل من الكفار، جماعة الكفار براحتكم. فش سوى هذا؟ أراد أن يجتاز الخندق. وتجتاز الخندق لازم تطب تحت وتطلع من الجهة الثانية. اللي صار أن هذا لما أن قفز مع بعض نفر وصاروا داخل الخندق وبغوا يطلعون من الجهة الثانية ما قدروا، لأن صاير غزير مثل النهر، والجماعة المسلمين صاروا على حافة النهر، أي واحد يطب داخل ما يصعد، يضربونه يقتلونه. فهذا الموفق بعد طلع وصل منك في الجهة الثانية ما قدر يصعد، وصاروا المسلمين مستعدين إليه بالرماح وبالسيوف يضربونه. شوي انجرح، لما انجرح صار الجرح بليغ وكاد يموت. هني صرخ صرخة، قال لهم ميتة أفضل من هذا، قتلوني بشكل أفضل، لا تقتلوني بشكل مهين، أنا بطل من أبطال العرب، وإذا أنا بطل أنتم تقتلوني هالشكل كأن شيء يعني عادي هالشكل وتضربونه. يقول لا لا لا، أنا ما أريد أموت. قال له لصير مسلم ما راح نقتل. قال ما يصير، حمية الجاهلية، أنا ما أريد يقولون خاف من الموت فأسلم، لا لا قتلوني قتل عدلة. هل من قتلة مشرفة؟ أمير المؤمنين قال له ما أصير مسلم، حق عليك القاتل. قال له ما أصير مسلم. قال يا ابن أبي طالب أنت شجاع شريف، اقتلني، ضربني ضربة عدلة، خلي أموت بعز بكرامة. ضربه أمير المؤمنين ضربة أردى، لأنه لو خلي أمير المؤمنين بعدين يقتل في المسلمين. أريد أستشهد بشيء، بعض الناس يعيشون الأنف من الداخل، يعيشون الصلابة من الداخل. هذا صدق مثال، قد يكون مثال من جماعات غير مسلمين، فما بالك بعد إذا قلنا بالقرآن وأهل القرآن والإسلام، إذا قلنا بالتشيع وأشبال أمير المؤمنين. إذا جينا لأشبال أمير المؤمنين، خلي يحط في باله ويحط في سريرة وقرارة نفسه أن الشهادة مكلفة، شهادة مكلفة، دماء، جروح، آلام، لكن تنسى الآلام كلها إذا أشرفت على الشهادة. أكو كثير من القصص ما أريد أتعرض إليها، كانت تعرض أنهم يبتسمون، شهداء يبتسمون يفرحون، يهلل وجهه الشكل بالفرح والسعادة. صاير لك ذاك الوقت كأنما تلتقفه الملائكة ويرى حقائق. ولذلك إحدى الأمور اللي عبرون عنها الشهادة ولماذا سمي أنه يشهد حقائق الله تبارك وتعالى يريها إياه قبل موته. ولذلك وطن نفسك، إذا أصبت بجرح فهذا الجرح راح يدخر. إذا يوم من الأيام اختنقت بمسيل دموع لله عز وجل راح يدخر. إذا يوم من الأيام حضرت مأتم، مأتم وأبنت شهيد راح يدخر. ثق بالله بأنه مثقال ذرة راح ينحسب، فما بالك بدماء الشهداء وما بالك بعطاء أمة. إذا نحن بين ثلاث، نحن بين شهداء وبين سجناء وبين أشراف أحرار. أما الشهداء ذكرناهم، أما السجناء فهم أحياء أموات في كل لحظة وفي كل يوم يسبغ الله عليهم من نعمه، لكن يبقى أن الإنسان عند ضعف في هذه الدنيا وعند حب للراحة والادعاء وللخير، لحب الخير. إذن الله تبارك وتعالى يريد أنه فعلا يعطيك ويغدق عليك،
أنت الآن أمام مستقبل قادم، وهذا المستقبل قد يكون معتم إلى حد ما. هؤلاء هم الجماعات اللي يعطونك المستقبل. إذا وصلنا إلى الأحرار، وإذا وصلنا إلى الأشراف، وإذا وصلنا إلى الثوار، ستجد أنه الله تبارك وتعالى يقيض لدينه من ينصره. فإذا أنت ممن ينصرون دين الله عز وجل، ثق بأن الله سيكرمك وسيعطيك دافع. شلون يعطيك دافع؟ أنا يمكن قبل 3-4 أيام كنت ويا بعض الجماعة، فقلت بأنه أخشى أن لا نكون نحن نستحق أن ننال المطالب اللي رفعناها. أخشى أن نحن ما نستحق، مو أنه ما تصير المطالب، المطالب قريبة والله. يعني واقعا اللي يستشرف حقائق المقدمات يجد بأننا وصلنا على مشارف الطريق، فعلا وصلنا. قيسها بكل الظروف السياسية، احنا وصلنا على مشارف الطريق، صبر، ثبات، يقين. أخشى أن احنا ما نستحق. ليش ما نستحق؟ ربما لأنه عندنا وهن، عندنا اتكالية، عندنا ضعف، عندنا أمل بغير الله. وفي بعد نصر بغير الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مو بحاجة للسفارة الأمريكية، لا لا لا، ولن تغنيك شيء، ولا بحاجة إلى فلان وفلان، أنت بحاجة إلى الله. إذا كنت مع الله، يقول السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، يقول أنه هذه نظرية قرآنية ثابتة، ثابتة تماما، وعد إلهي يتحقق كل يوم وكل لحظة وكل ثانية. تنصر الله ينصرك، تنصر غير الله وتأمل في غير الله، خلي ذاك ينصرك، وخلي ذاك هو اللي يوديك إلى الناصر. إذن نحن بحاجة إلى شنو؟ عقيدة في الله عز وجل، وبحاجة إلى ثبات مع الله يثبت أقدامكم. شلون يثبت أقدامكم؟ ثبت أقدامكم مو لازم في مسألة المواجهة، أنت اثبت مع الله عز وجل، ثق بالله أن الله ترى يسبب أسباب. ماكو دولة تعيش أبد الآبدين، وماكو جماعات يعيشون إلى آلاف مؤلفة بعد، خلاص أبو الآلاف راحت أعمارهم كلش الآن، مش قد راح يعيش. يغير الله بين الساعة والساعة ظرف يخلق من خلاله أسباب للنصر، لكن الأيام القادمة أيام سريعة، والأحداث القادمة أيضا أحداث سريعة. الكل يهرول، الأحرار تهرول حتى تثبت النصر، السياسيين يتسابقون حتى يتقاسمون، الجماعات الثانية المأيسين إلى درجة قاعدين ينتظرون متى يطلع الفجر، والكل ينتظر، والكل يهرول، والكل يطالع. نحن أمام بوابة ستنفتح، وهذه البوابة إذا انفتحت الكل يركض بلا هوادة، وثقوا بالله بأنه سيكون هناك نصر. الشعب اللي يقدم هالكم الهائل من الدماء ما في مجال للنسيان بعد. وإذا أنتم نسيتوا ما راح ينسى الطرف الآخر أنكم فضحتموه، وأن أنتم عرضتم به أمام العالم. فإما أن يبقى هو، وإما أن تبقون أنتم، مو بكيفكم يعني، خلاص هي أمور من زمان حسبا تماما. إما أن يبقى هو فينسبكم عن بكرة أبيكم، الزينين ولا مو زينين، ولا وياه ولا مو وياه، وإما أن أنتم تثبتون فيتحقق وعد الله، ونحن على يقين بأن الله عز وجل سيحقق وعده ولو بعد حين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.